شنية ذي السبب اللي هو يخدم يخلص كيفاش؟ من القلب يخدم 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 بعد تقر هاي فهمني اجي يخلص يهنتلو يبدأ هو صحيح يخلطو فهمني هذاك سبب الادمان الادمان يبدأ من الدخان من التصرف يتقلب باش يولي مثلا يمشي لك الحاجة باش ينحيك القلق بالستريس فهمني يقول نمشي نشرب نمشي كذا يبدل الساعة بساعة أخرى كيما كل واحد كيف برشا مرة نخدم خدمة ولات المرقد ما تحسمش ماشي زي تفك الماتريال في منوب خدمت ليل ونهار قدامك المحكمة والدنيا شبي ماتريال تو موجود ليل ونهار حصلت فهمنا في خدمة أنا بيها المرة هذيا لا بس عليها وزيت الماتريال وتاكسيات وماشي جاي تانو ب 300,000 دخلني في خدمة أخرى قيمة 400 باهي مشيت بالنية معاه فهمني خدمت تك تك بعد في الخلاص قال قبل الخلاص ساعة باش ما نفوتكش بالحديث استعمل قد لي هذي كسر لي هذي طلع البيبين هما الدجاجات هربوا في الليل ولا في ظلم النوبة معناتها قدام بشهادة العباد وهي لاباس عليه من الصباح للعشرة انت علي سلو ما تصدقهاش انا نحكي لك فيها بالرسم بعد قلت لي الرمل قدام دار الناس تعاركوا هم وزيرين ايش نعمل انا الرمل طب انا مش خدم هذا كله مع بعضهم مشيت قلت لها شوي شوي رمل يكون حكاية هو ستار كاميو هو ما تاع 12 مرود نقلت شوي بعد ركحت باش ما يتعركوش هما الجيرين قلت لها بيعوا لي الرمل هذا تنهزو بالرسمي نحكي معاه مش ما تعرف تو عبي قلت لها اللي مازال صاي قص الحكاية بس تعم بعد ما خدمت بي الخدمة عمل هذه خدمة زاد هي هات الفلوس ولا تقيس هي 30,000 هي 20 قبل خدمة أنا ب 300 دخلني في خدمة 400 زاد وبعد فك الماتريال كل الماتريال تعرف قديش يسوى قريب مليون واش فهمني فكيت قلت له جيب لي 100,000 كانش مزز الماتريال ها؟ علاش تعطيه 100,000؟ والله ما نعرف تخطي فيا يمكن 8 أيام 7 أيام كيك أنا ربيت عمل أفونس فهمت في الخدمة أفونس بالضبط هي تحيلت هو رجل آخر منها قال هي برج ولا تحب تمشي كلمتها فهمني هيك التو وقف الحكاية كيك وليت مضمون شو لي مش فمش مدمر فمش ادمير حتى واحد ما يدري تشرب مش ادمان العباد اللي عندها ادمان مرض براس نورمال مو يتعلم يصنع يخدم حاجه لا ليه هي بالعباد هذا شو عمل هو مش استبدال مش يقود به البلديه هما سني لا هو فرق علاش القره طايري برا التونسي قول لهم اللي حجره تاع امريكي طيب يقول لك كيفاش تزين مش نجيب انا حاسه بالكي ما خير تشرب ولا تمشي الحبس صحيح ولا زي في طرف شرب هو يجيك حتى تحكي لك على المونتاليتي نتاع العباد لازم نفسر لك صار في بالك خدم ميكانيك سونتا زيد دين على بعض علاش قلت لك قبيله قلت لك جنرال شنو معناتها جنرال جنرال معناتها يخدم كل شيء برش نقول لك ساعات برش نايا والبخت ذي